أن هذا الحديث ذكر فيه النوران، النور المخلوق الذي هو الحجاب. قال في الحديث: حجابه النور. وذكر النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات الوجه بهاء الوجه ونوره، بهاء الوجه ونور، لانتهت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما المراد من خلقه؟ العوالم كلها. لو كشف الحجاب احترقت العوالم كلها من نور الوجه وبهاء الوجه. فإذا قيل: إذن كيف تكون الرؤية يوم القيامة؟ قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يقال: الأجسام والقوى والقدر التي يجعلها في الناس الله جل وعلا يوم القيامة تختلف عنها في الدنيا، تختلف تماما. إذا أردت أن تعرف أنها تختلف فانظر إلى القيامة الذي يقومها الناس في أرض المحشر، كم مدته؟ نعم، 50,000 سنة، والشمس تدنو من الخلائق، ولا ظل ولا مكيفات ولا بيوت ولا أي شيء، والشمس تدنو، ليست في المسافة الآن المعروفة، إنما تدنو من رؤوس الخلائق. 50,000 سنة لا ظل ولا ماء ولا إلى آخره، كيف يستطيعون القيام؟ هذا القيام لو حصل الآن في أجسامهم هذه في الدنيا، يوم واحد يموتون. قل يومين، قل ثلاثة، 50,000 سنة؟ 50,000 سنة. فالأجسام والقوى تختلف، لا من حيث النعيم ولا من حيث العذاب، ولا من حيث العذاب. ولهذا الله يجعل في أجسامهم وقدرهم وقواهم في ذلك اليوم ما يجعلهم يطيقون ويتمكنون من رؤية الله، بل إن هذا يكون من أكمل النعيم الذي يفوزون به. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أن أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. هنا في هذا الحديث قال: لو كشف الحجاب ماذا يحدث؟ احترقت. هنا قال: فيكشف الحجاب، ما يحترقون، بل ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، لأن الله عز وجل يعطيهم في ذاك الوقت قوة وقدرة وتمكن، تصبح هذه الرؤية أكمل نعيم وأجمل نعيم. نسأل الله لنا أجمعين مواسع فضله. نعم.